مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا ومشاهدين فانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة جمعنا لكم كل الأخبار اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز اوف ذا ويك. حفيد عادل إمام يتصدر الترند. إيلون ماسك مريض. كوريا الجنوبية تبهر العالم. أول خبر اتصدر الترند الأسبوع ده كان خبر خطوبة عادل رامي إمام، حفيد طبعاً الفنان الكبير عادل إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف. صور الخطوبة اتصدرت الترند، وخصوصاً أن الحفل كان عائلي جداً وما كانش حاضره أي حد من نجوم الفن أو الصحافة. وطبعاً الحفل كان فيه ظهور نادر جداً لأسرة عادل إمام وأبنائه وأحفاده، واللي هم تقريباً مش بيظهروا خالص، وده اللي خلى الصور تتصدر الترند بسرعة. عادل رامي إمام وخطيبته فريدة كانوا أصدقاء طفولة ومع بعض في المدرسة والجامعة الأمريكية، وقبل الإعلان عن الخطوبة كان صورهم ظهرت مع بعض في أكتر من مناسبة، منها طبعا حفل تخرج عادل رامي إمام. وعادل هو الحفيد الأكبر للنجم عادل إمام، ودرس الإخراج في الجامعة الأمريكية وقام بإخراج عدد من الأفلام القصيرة أثناء فترة دراسته. أما تاني خبر اتصدر الترند خلال الأسبوع ده هو خبر متعلق برجل أعمال المثير دايما للجدل إيلون ماسك، واللي أكدت كتير من الصحف والتقارير الأمريكية أنه مصاب بالاكتئاب، وده على الرغم من كل البوستس والتويتس اللي بيكتبها دايما كلها هزار. المشكلة هنا مش بس في أنه مصاب بالاكتئاب، ولكن في نوع الدواء اللي بياخده واللي هو عقار الكيتامين، وده دواء بيكتبه الأطباء البيطريين للحيوانات وتحديدا علشان يهديها. وطبعا ده الموضوع اللي عمل حالة كبيرة جدا من الجدل، وإيلون ماسك طلع ورد على حالة الجدل دي وقال في تويتر على صفحته الشخصية: بيتم تشخيص الاكتئاب بشكل كبير في الولايات المتحدة، والمشكلة ان مضادات الاكتئاب بتحول الناس لزومبي، ومن كل اللي شفته من أصدقائي لقيت ان تناول الكيتامين بشكل دوري هو أفضل خيار. أما آخر ترند معانا النهاردة فهو من كوريا الجنوبية، وبطل الخبر هو روبوت مصنوع هناك واسمه إيفر 6. الحكاية باختصار إن الروبوت ده قدر لأول مرة إنه يقود فرقة موسيقية بتضم 60 موسيقي، يعني من الآخر كده قام بدور المايسترو، وده كان في حفلة اتعملت في سول وقدام جمهور كان مالي القاعة بالكامل، وكان عددهم 950 متفرد. الروبوت إيفر 6 طوله متر و80 سنتيمتر، وقدر ان هو يقود الفرقه الموسيقيه لوحده في جزء من الحفله، ولكن ساعده المايسترو الحقيقي اللي هو بشر زينا كده لمده نص ساعه في الاول. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك.